السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الثاني اللي غنهضر فيه على حشرة البق بعد ما سبق لي وهضرت عليه في الفيديو الأول، ولكن لاحظت الكثير من المتابعين اللي ما فهموش الوصفة مزيان، وكذلك مازال البعض كيتشكى من وجود حشرة البق في أماكن صعبة مثلا كالصالون وغرف النوم اللي كتحتوي على أتات ثقيل وغير قابل للغسل. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نعطيكم خطة فعالة مجربة القضاء على البق في ما كان، وأيضا على البيوض وبشكل نهائي وبدون رجعة، وكذلك غنعطيكم طريقة لإزالة آثار قرصة البق بشكل فوري، وأيضا غنتكلم على بعض النصائح ديال المتابعين مشكورين اللي استطاعوا يقضيوا على هاد الحشرة ديال البق مكونات أخرى غير اللي استخدمت أنا واللي شرحت في الفيديو الأول. اولا خاصكم تعرفوا ان ظهور حشرة البق ما عندوش علاقة بالنظافة او باشعة الشمس، لانها حشرة كتكون متأقلمة ويمكن لها تعيش في جميع الظروف المناخية، لانها كتخبى في النهار وكتنشط في الليل، وهي كتخبى في جميع الاماكن اللي ما كتوصلهاش اشعة الشمس والتهوية، الشقوق والتنيات ديال المخدات والافريشة وفي ثقوب الخش كذلك. لهذا من الصعب القضاء عليها باستعمال المبيدات، لانها ما كتوصلش هذه المبيدات للاماكن اللي كتخبى فيهم حشره البق، وحتى الا استطاعت هذه المبيدات القضاء على البق فهي غير فعاله في القضاء على البيوض اللي كتفقس من بعد مده وكترجع لنا البق من جديد. لهذا لابد من اتباع خطه محكمه مع الصبر، وغادي نقدروا اننا نتخلصوا من البق ومن البيوض ديالو. اولا الوصفه اللي غادي نعطيكم هي طبيعيه وما كتاثرش على صحتنا بحال المبيدات السامه. والقضاء على البق لابد اننا نغسلوا جميع الافريشه والملابس والمخدات واي حاجه يمكن لها تغسل لنا، ثم غادي نديروا خليط من الماء والفلفل الحار والزنجبيل وماء بكربونات الصوديوم وماء الزنجبيل المنقوع. لتحضير ماء الفلفل كنقوموا بنقع الفلفل الحار مع الماء ليله كامله ثم نستعملوه، وفي بخاخ ايضا مع الزنجبيل، الماء مع الزنجبيل وبكربونات الصوديوم اللي كتباعد بكربونات الصوديوم في جميع الصيدليات والمتاجر، وهو فعال في القضاء والتطهير من جميع الحشرات تقريبا. غادي نكرروا العملية 3 مرات في اليوم يوميا، بحيث غادي نخرجوا جميع الافرشة والمخدات للشمس ونرشوا الغرفة بالكامل بدون ترك أي شق أو أي مكان ما نرشوش فيه هاد الخليط هذا. بعض الأخوات اللي قالوا أنهم استعملوا سائل غسل الصحون فيري وقالوا أنه فعال، يمكن لكم تجربوه حتى هو، ويمكن لكم استخدام أي صابون سائل معطر. أنا شخصيا استخدمت بكربونات صوديوم والفلفل الحار والزنجبيل وكانت النتيجة ممتازة، لان هاد المكونات كتبقى لمدة طويلة كتبقى فعالة، من اللي كيمر فوق منها البق كيموت. ثم غادي نشدو السشوار اللي كنشفو به شعرنا ونمروه في جميع الاماكن والشقوق. هي طبعا متعبة هاد العملية هادي ولكن فعالة، لان منين كندوزو الشوشوار ديك الحرارة من جميع الجوانب واي بلاصة يمكن يتخبى لنا فيها البق او في التنيات اللي كتواجد في المخدات والأفريشة، يعني بهذه الطريقة هذه غادي نقضيو على هذاك البيوض، لأن البق ما كيتحملش الحرارة وكيموت بسرعة. ثم من بعد نبخروا المكان بالقهوة والفلفل الحار مع إغلاق النوافذ وجميع الأبواب حتى باش يبقى لنا الدخان أطول فترة ممكنة. في الدخان ديال القهوة والفلفل الحار فعال جدا في القضاء على كل الحشرات، وهناك بعض الاخوات اللي استعملوا بعض المبيدات مثل مبيد سميه ديالو نوفان وقالوا انه فعال وشكروه، يعني اكثريه ديال المتتبعات عندي في الفيديو. وهناك ايضا اللي قال انه استخدم الغاز والبعض منهم استخدم البنزين وكان فعال، ولكن الاستخدام ديالو فيه خطوره ورائحه مضره بالصحه خصوصا في مكان مثل غرفه النوم، ولضمان النتيجة بشكل كبير كيفضل عدم النوم في الغرفة اللي كيتواجد فيها البق لمدة لا تقل عن أسبوع مع استمرار في المعالجة. هكذا غنضمنوا أننا نقضيو على البقية ديال البق
والبيوض ديالو، لان البق غيموت بالجوع حيتاش هذاك البق كيتغذى بالدم فقط. والتخفيف من ضرر قرصة البق بشكل فوري وفعال، نستعمل قشر الموز نفركوه في مكان القرص. وفي الاخير كنتمنى من الله انه يخلصكم من هذه الحشره المزعجه. وما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو هذا باش تعم الفائده، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.